اتفضل ازيك يا حضرتك، اتفضل ازيك يا استاذ حضرتكم احمد. الكريم الاستاذ الدكتور وائل صفوان. اهلا وسهلا بحضرتك. مع حضرتكم احمد عروج وكيل وزاره التربيه والتعليم سابقا ارض الجنينه غرب شبرا الخيمه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، اتفضل. اهلا بيك يا فندم. اعاني ابلغ من العمر 63 عام، واعاني من مرض السكر النوع الثاني، وعالج باقراص. فهل انا اكثر عرضه او تعرض للاصابه بكورونا او العدوى بيها؟ طب حضرتك انت ملتزم في العلاج والتحاليل كويسه والدنيا تماما يا دكتور؟ تماما الحمد لله تمام. مفيش اعراض يعني مشاكل يعني بعد بعد فاطر حوالي 183. حلو جدا تمام، يعني برضو محتاجين تظبيطه شويه بس معقول الحمد لله. والتراكمي تراكمي كان اخر مره وصل 11 لكن دلوقتي وصل 8.5. ده ما هو كده برضو عالي، يعني كده ال 183 دي تطمن، بس التراكمي معناه ان انت السكر عندك مش متظبط قوي، ممكن بقى الوزن، ممكن الدواء، محتاج تعمل خريطه سكر كده وتروح بيها للدكتور، اللي هي 3 ايام ورا بعض بنعمل تحليل قبل الفطار وبعد. هو سعادتك انا بقوم باعمال رياضيه وبمارس تمارين رياضيه منها المشي وما الى ذلك. معلش، ما هو كل الكلام ده جميل بس برضو ممكن يكون محتاج تظبيط الدواء، فلو تعمل تحليل سكر قبل الاكل وبعده بساعتين 3 مرات في اليوم، يعني قبل الفطار والغداء والعشاء وبعدهم 3 مرات، 3 ايام ورا بعض كده، وطبعا تمشي يعني على نفس نظامك اليوم. 3 مرات قبل الفطار؟ لا يعني مره قبل الفطار بساعتين. مره قبل الفطار وبعديه بساعتين، مره قبل الغداء وبعديه بساعتين، مره قبل العشاء، وتمشي على الدواء 3 ايام وتسجلها. الدكتور هيبقى معاك ادرى بناخد دواء ولا ما ناخدش دواء، وطبعا طالما السكر مش متظبط فاحنا عرضه اكتر اكيد للكورونا، لان احنا دايما بنقول اللي مناعته اضعف هم اللي بيبقوا اكثر عرضه. السكر بيضعف المناعه، بيضعف مناعه الجسم كله والاطراف بالذات والاوعيه الدمويه. لو في طبعا ضغط، لو في تدخين كمان، كل الحاجات دي. ليس هناك تدخين الحمد لله. الحمد لله ربنا يبارك ويعافيك. ولكن بستأذن سعادتك، ما هي النصائح التي تنصحنا بها؟ تمام، انا هجاوب بقى يا استاذ احمد حتى نتجنب هذه العدوى. يعني بشكرك جدا. كوفيد 19 يعني. ربنا يخليك، وانا سعيد باللغه العربيه الجميله بتاعت حضرتك كده. دكتور اي انجلش تيتشر. جميل يا فندم، بشكرك يا استاذ احمد. نو عربي تيتشر. ان شاء الله هنقول لحضرتك حالا الموضوع دكتور. تمام، ايه هو الجواب على طول؟ احنا ممكن نخلي الاجابه عن ازاي نقوي مناعتنا ده في الجزء الخاص، يعني او في القسم الاخير من الحلقه. تمام، يعني الناس كده هنشوق الناس كده بقى معانا عشان يقعدوا يتابعونا لغايه اخر دقيقه ان شاء الله. لكن انا هرجع مره تانية يا دكتور لمصل الانفلونزا، لانه زي ما حضرتك قلت في كلام كتير قوي وقوانين كتير قوي عليه. تمام، ولكن حضرتك شرحت الفكره المقصوده من ان احنا لازم ناخد المصل، او يعني يستحسن ان احنا ناخد المصل، لانه احنا بكده هنوقف فيروس الانفلونزا، فبالتالي مناعتنا تفضى بس لو حصل ان احنا اصبنا بكورونا، تفضى بس لمواجهه او مهاجمه كورونا فيروس. مظبوط، يعني هي دي الفكره من مصل الانفلونزا، لانه ناس كتير بقت تقول طيب ما دام هو ما بيعالجش كورونا او ما بيمنعش كورونا ناخده ليه؟ الناس كلها مركزه في حته كورونا دي. طيب واحد طبعا ما كملناش فعلا الكلام في مصل الانفلونزا، مين اللي ياخده ومين اللي ما ياخدوش. وطبعا انت شرحتي وانا شرحت حته ان هو بيدي مناعه للجسم ضد الانفلونزا عشان الجسم يفضى لمواجهه اي فيروس تاني، ومن ضمنه طبعا كورونا. طبعا المفروض اغلب الناس المعرضه انها يجي لها انفلونزا، بمعنى الاطباء مثلا في المستشفيات هيتعاملوا كتير، الناس اللي مثلا في اماكن عمل فيها ازدحام وفيها بتتعامل مع جمهور كتير مثلا، بالظبط في الميكروباص، في الاتوبيس، صحيح، عامل الاسانسير، كل الكلام ده عندهم فرصه حدوث الكورونا اكتر. طبعا كبار السن الى حد كبير برضو معرضين لكورونا ومعرضين للانفلونزا، فبرضو يبقى يفضل الاطفال. يا دكتور الاطفال ليهم طبعا تطعيمات، والاطفال الحمد لله كورونا مش مأثره عليهم قوي. يعني هنقول اللي هو الشباب، اللي هو المراهقين مثلا، مش الاطفال الصغيرين الا لو برضو بيتكرر عليه، وطبعا دكاتره الاطفال هيبقوا عارفين الهيستوري التطعيمي بتاعهم، اتطعموا ولا ما اتطعموش، وطبعا هيقيم، لان الانفلونزا التطعيم بتاع الانفلونزا بيجيب انفلونزا خفيفه، خفيف، يعني هو نفسه بعديه بعد اسبوع كده بيجيب انفلونزا خفيفه، فهيقيم الموضوع.
مهم قوي قوي، ده يربطنا حتى بالمكالمه بتاع المره اللي فاتت. الناس اللي عندهم امراض مزمنه ومش متظبطه، اللي عندهم قلب، اللي مشاكل في القلب يعني، مشاكل السكر بالتحديد، الكانسرز طبعا بانواعها كلها، التهابات الجهاز التنفسي المزمنه، الربو والحاجات بقى، التليف في الرئه والحاجات دي، دول اساسيين، لان الموضوع هيقلب معاهم بسهوله قوي. حتى لو انفلونزا هيقلب معاهم بالتهاب رئوي ومشاكل وحشه. وطبعا نفس الفكره بتاعت كورونا وانفلونزا في نفس الوقت تصيب الناس. مفيش خوف من الموضوع. كان في برضو بعض الرسائل بتتكلم على حساسيه، وممكن يجي حساسيه. التطعيم المنتشر في اغلب اماكن المصل واللقاح والاماكن ديت ما هواش فيه حته الحساسيه، يعني في صعوبه ان هو الشخص يجي ياخد يجي له حساسيه من هذا المصل، لان هو مش على يعني، المفروض تحضير المصل بيبقى على الايج يوك، المح بتاع البيض. فاللي عنده حساسيه من البيض ممكن كانت تجيله، انما الجديد ده لا، مش مفهوش القصه دي. فالدنيا فيها امان، ولازم ناخده بالذات كبار السن، المرضى الامراض المزمنه، الناس اللي بتتعامل كتير قوي مع الزحمه ومع الازدحام والكلام ده. وبالتاكيد نفس بقى الاجراءات، غسيل الايدين باستمرار، الماسك دايما باستمرار، بالذات في الاماكن المزدحمه. حاجه مهمه قوي في موضوع الماسك يعني، لازم اقولها، لانها خطا بيحصل ان احنا ناخد نلبس الماسك ونمشي بيه في الشارع كده طول اليوم، نفضل رايحين جايين بيه، بيقلل او بيزود الكربون دايوكسيد اللي هو ثاني اكسيد الكربون، فده بيضعف الاكسجين اللي داخل، فبالتالي بيقلل الاكسجين. هو مش بيقلل الاكسجين، بيزود كربون مونوكسيد، فبيتنافس مع الاكسجين. فالواحد بعد شويه كده بيدوخ فعلا، مناعته بتضعف اوريدي. يعني نلبسه بس في الاماكن المزدحمه بالناس بالزبط. ولكن لو احنا ماشيين لوحدنا في الشارع في مكان مفتوح ملهاش لازمه خالص، ملوش لازمه، بالعكس هيتعبني وانا بتحرك وبمشي وبطلع الاوتوبيس وبركب يعني حاجه مثلا اروح بيها. الحركه دي نفسها محتاجه صحيح. اكسجين يخش ويدخل، فملهاش قيمه. وحاجه مهمه برضو، وانا في اي مكان احاول اقلل وجودي في هذا المكان قدر الامكان. يعني كورونا بتيجي حاجتين، ان انا طبعا زي ما حضرتك قلت كده مناعتي تضعف، فانا اقوي مناعتي وابعد عن التدخين والتدخين السلبي، والقصه دي مهمه جدا. واكل طبعا اللي هنقوله في اخر الحلقه عشان الناس تسمعنا. والحاجه الثانيه ان انا اتعرض لكميه فيروسات او خلايا فيروسيه كتيره. لما انا مثلا بيخلي مليون خليه فيروسيه غير لما يدخل لي 100 خليه فيروسيه. وانا موجود في مكان مقفول عدد الفيروسات هتبقى كتير. لو انا مش لابس ماسك عدد الفيروسات هيبقى كتير. لو دخل لي 100 هقدر اواجههم، لو دخل لي مليون مش هقدر اواجههم. طب احنا هنشرح الفكره دي اكتر، لانها برضو ملخبطه ناس كتير جدا. بالزبط. صح مظبوط. بس اخد تليفون.